والنيابة الخصوصية اللي جات وقتها، اللي هي مش نيابة خصوصية، خاطر صارت كل الانتخابات زعمة وعينوا مجلس بلدي جديد اللي كان الرئيس متاعه سي معالي. وقتها عام 2008 صارت الدولة قررت باش تنفذ على جماعة البراتل، ونفذوا عليهم، تبقينا في التنفيذ، نفذوا عليهم الأربعة متاع الصباح تقريبا، هبطوا عليهم وطيحوا لهم الديار. الغلطه اللي صارت معناها طيحوا لهم الاربع نتاع الصباح، معناها هبطوا لهم الاربع نتاع الصباح الطامه والعامه باقتراح من والي تونس ومن وزير الداخليه ومن معتمد حلق الواد وقتها هذاك، هاي نطيحوا لهم توا. فهمتني؟ بيان سور هذا تم بموافقه نتاع الرئيس، خاطر ما تصيرش عمليه كيف هكا، خصوصا لحلق الواد قريبه معناها القصر الجمهوري، ما تصيرش عملية كيف نكك هكا معناها، حتى حد ما في باله. وقت اللي قلت لك قبيلة بن علي الإبرة كي تطيح في بلاصة يبدا في باله بها ويتابع فيها دونك طيحوا لهم.